حاج اعتدال من القاهرة، هل الوضوء قبل الاغتسال فرض أم سنة؟ اللي هو تقصد رفع الحدث الأكبر مش كده؟ هي قصدها هي قصدها الاغتسال لرفع الحدث الأكبر. الوضوء الذي يسبقه هل هذا فرض أم سنة؟ أم سنة؟ لا، الوضوء سنة. الوضوء قبل الغسل سنة. طيب لو إن واحد لا يستطيع الوضوء قبل الغسل أو بينسى أنه هو يتوضأ قبل الغسل، يعمل إيه؟ عند الاغتسال ينوي الغسل والوضوء. عند الاغتسال ينوي الغسل والوضوء، وفي أثناء الاغتسال يتمضمض ويستنشق. في أثناء الاغتسال يتمضمض ويستنشق، وهو لما يفيض الماء على جسده كله ويتحرى أن الماء يصيب كل جسده، يكون بهذا الفعل قد أصاب كل أعضاء الوضوء. وعلى هذا بهذه النية، وهي نية رفع الحدث الأكبر ونية الغسل والوضوء مع المضمضة والاستنشاق، يكون قد اغتسل وتوضأ وغسله صحيح. ولكن لا يجوز أنه يأتي يعني أفعال الوضوء وهو يغتسل؟ لا مانع. لابد من ستر العورة ولا؟ لا لا أبدا، لا مانع. وهو في أثناء الاغتسال يتوضأ. لو توضأ قبل الاغتسال وهو في حال الاغتسال، أو تمضمض واستنشق بنية أنه يتوضأ ويغتسل لرفع الحدث الأكبر، فهذا الفعل يؤدي نفس النتيجة. إذا ما ويكون بالفعل قد خرج متوضئا ومغتسلا وطاهرا طهارة كاملة ويستطيع أداء الصلاة. يعني بمعنى كمان أنه بعد الاغتسال ده ممكن يصلي دون وضوء. خلاص، هو لما ينوي الوضوء والاغتسال ويفعل أفعال الاغتسال ويعمم جسده بالماء ويتمضمض ويستنشق، يكون قد خرج متوضئا ومغتسلا. بس هنا بس إشكالية بسيطة أرجو أن حضرتك توضحها. يعني من خصوصيات الوضوء مسألة ستر العورة. ده هو بيغتسل. ما انا واخد بالي. هو مش بيتوضى بس. ما انا واخد بالي. هو بيغتسل والاغتسال ما فيهوش ستر عورة. ما انا فاهم يا دكتور. لكن حضرتك بتقول ممكن يصلي بهذا الاغتسال. صح. ايوه يصلي. لان هو غير مطلوب منه ستر العورة في اثناء الاغتسال. صح كده؟ تمام. جميل. وهو بيغتسل وهو متلبس في حالة الاغتسال هيقع منه الوضوء. لا محالة. انه كل اعضاء الجسد. لان اعضاء الوضوء بعض اعضاء الجسد. أعضاء الوضوء بعض أعضاء الجسد، وهو مكلف في الاغتسال أن يغسل كل أعضاء الجسد. صح كده؟ تمام. إذن فأعضاء الوضوء ستغسل ضرورة ضمنا. ضرورة وضمنا في الاغتسال، ولكن قد ينسى المضمضة والاستنشاق على سبيل أنها أفعال من الممكن أن يفيض الماء على جسده وهو مغلق لفمه ولا يستنشق ولا يتمضمض. فإحنا بننص على المضمضة والاستنشاق لأنه ممكن تتنسي. فيتمضمض ويستنشق ويفيض الماء على جسده بنية رفع الحدث الأكبر الذي هو الاغتسال والوضوء. بهذا يخرج من هذا متوضئا ومغتسلا ويستطيع إقامة الصلاة.